بدك يعطيك الف عافيه. يعافيك يا رب. عم بقول له ثلاثة صار يا رجل. ثلاثة خلاص تحسها حتصير كذا سريعه. خلصنا. اي والله كانه امبارح. عددنا بيقل برايم عن اللي قبله، الضغط بيزيد وبيبقى أكبر بكتير علينا من الأول، وفاضل برايم بس واحد يفصلنا عن النهائي. يا هلا. أنا بدي أقول لك شيء. بدي أقول لك شيء بس مش رح يعجبك. في إيه؟ لأنه يوم من الأيام عمري تشوفوني السعادة يوم هتحسدوني. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. مبروك على الأغنية الجميلة. الله يبارك فيك. أنت زيك جميلة صراحة. تسلم لي. شو بدك طالعة بدي أسمع شيء منك تطربيني هيك؟ بفكر البرايم ده بما إن البرنامج يعني خلاص بيخلص. إيه. فعايزة أغني أغنية أجدع صحاب. يا وأهديها لكل شخص. حلوة كتير الفكرة. جميل. حاسة الأغنية حلوة قوي قوي، فبصراحة يعني هتبقى أغنية من قلبي فعلا. حلوة هون ألمع. إيه كتير. مرتاحة جدا في اختياراتي، خصوصا المرة دي كمان، لأن كل ما الوقت بيقرب إن هو خلاص البرنامج يخلص بحس إن التركيز بيزيد. الله يا أجدع صحاب. الله الله يا بجد. لو غنيتها في البرايم ده هيبقى برايم نكد تحفة. سوبر نكد. لا فعلا والله بجد أغنية يلا عندك تيجي آخر البرنامج. مثل ما ولعت المسرح البرايم اللي فات، هالبرايم رح ولعوا بعض أكتر وأكتر. شو هالبرفورمس غير شكلها بالبرايم يا فتاة؟ حبيت؟ معلوم ولعناها بقوة من الفظيع. ما بدك تروح على الأفظع. رح غني ترغلي يا ترغلي لجورج وسوف. فهيدي الغنية فيها موال كتير صعب وفيها مغنى، فبتفرج الصوت وأنا كتير مبسوط إني نقيتها. يا هلا سهلا. لك الهدوء. أنا شوف لك الهدوء والسكينة. هدوء ما قبل العاصفة يا حبيبي. أنت هو أنا ماني عارف إيش الأغنية. أعصف. أخبار حلوة. أرجوك أعصف. كل في بالي إن أنا بغني خليجي. إيش الأغنية؟ مفاجأة لي ولك. أنت من قبل الجمهور. على حد سواء. المسؤولية صارت أكبر علي، خصوصاً إنه دحين الفترة دي ما معانا مانجرز، وغير كده دحين صار كل برايم في خطر إنه الواحد يخرج، عشان كده ماني متسرع. فأعطيني مهلة بس لغاية نهاية الليل كذا أكون. نهاية الليل. الله أكلم فادي غنية دي. عدينا الكثير وبيقي القليل، يعني خلاص بدأت أشوف نور المنطقة الأخيرة، يعني فمو وقته أوقف.